بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله يا عاشر رح نبدأ بخصائص مثلث اثنين. خصائص مثلث اثنين هو درس معاد تم أخذه بالصف الثامن، أو المبرهنة اللي خاصة فيه تم أخذها بالصف الثامن. هالمبرهنة مهمة، بتحتاجها كثير في حل بعض الأسئلة التي تحتوي على تطبيقات رياضية للمثلثات. المبرهنة بتحكي في المثلث القائم الزاوية، ركزوا معي، في المثلث القائم الزاوية شرط، يعني هاي المبرهنة عشان تتحقق لازم يكون المثلث قائم الزاوية. طول القطعة المستقيمة الواصلة بين رأس الزاوية القائمة، يعني أنا لازم أحدد رأس الزاوية القائمة، ومنتصف الوتر، يعني شو لازم أحدد؟ الوتر يساوي نصف طول الوتر. هلا شو معنى النظرية؟ هلا بفهمك اياها. أهم إشي قبل ما أبلش أفهمك النظرية، أنا لازم أحدد في المثلث ثلاث أشياء مهمة. أول إشي لازم يكون مثلث قائم، حققنا هذا الشرط. اثنين، لازم أحدد وين الزاوية القائمة اللي هي باء، قائمة، زاوية قائمة. لازم أحدد الوتر، أين الوتر؟ الوتر عشان تقدر تعرفه راح أكتب لك تعريفين، تمام؟ هي الوتر. التعريف الأول هو الضلع المقابل للزاوية القائمة، هاي أول تعريف، أو هو أطول ضلع في المثلث القائم. واضح يا عاشر؟ هو أطول ضلع في المثلث القائم. نعيد مرة ثانية عشان أقدر أعرف وين الوتر في المثلث. هو الضلع المقابل للزاوية القائمة، هي باجع الزاوية القائمة، بطلع سهم منها، وين وداني هذا السهم؟ وداني على هذا الضلع، معناته هذا اسمه الوتر، هو الضلع المقابل للزاوية القائمة، أو باجع الأطوال الأضلاع، أطول ضلع في المثلث القائم هو الوتر، تمام؟ هاي أول إشي لازم تعرفوه، أول إشي لازم تعرفوه، تمام. نيجي نطبق النظرية. النظرية شو بتحكي يا شباب؟ بتحكي كالتالي: في المثلث القائم طول القطعة المستقيمة الواصلة بين رأس الزاوية، يعني أنا بدي أطلع قطعة مستقيمة من رأس هاي الزاوية، تمام؟ من رأس الزاوية القائمة، هي رأسها لوين؟ من رأس الزاوية القائمة ومنتصف الوتر، يعني أنا لازم أجي على الوتر أنصفه، لازم أجي على الوتر أنصفه. طبعا إحنا رح نحتاج لقانون نقطة منتصف، قانون المسافة بين نقطتين، نظرية فيثاغورس، هذول الأشياء كلهم رح نحتاجهم في التطبيق لحل أسئلتي، تمام؟ ما رح أرجع أعيدهم لأنه سبق وذكرناهم في شرح الدرس السابق، تمام. هلأ بدي أنصف هذا الضلع، على فرض هذه هي نقطة المنتصف، خلينا نسميها دال. دال هي منتصف الضلع، نصفته منتصف الضلع، منتصف الضلع ألف جيم، منتصف الضلع ألف جيم. يعني إحنا خلينا نحاول نختار نقطة تكون فعلا هيك قريبة على شكل التنصيف، خلينا نسميها دال، تمام. هاي النقطة دال هي نقطة التنصيف. هلا بحكي لي القطعة المستقيمة الواصلة من رأس القائمة، من رأس القائمة إلى الوتر، إلى نقطة التنصيف، نحاول نرسمها بهذا الشكل. هاي القطعة المستقيمة الواصلة من رأس القائمة إلى نقطة التنصيف للوتر، شو طولها يساوي؟ يساوي نفس طول منتصف هذا الوتر، يعني هاي القطعة صار قياسها نفس قياس هاي، نفس قياس هاي. يعني بحكي نتائج النظرية، نحكي نتائج النظرية، خلني أكتبهم باللون الأزرق، نحكي النتائج إنه القطعة المستقيمة بدال تساوي نص ألف جيم، نص ألف جيم. أيضا بدال تساوي، القطعة بدال تساوي ألف دال، وتساوي أيضا دال جيم، رائع. طيب
شباب ركزوا معي، بس راح احكي معلومة بسيطة. هلا انا بعد ما نصفت الضلع ووصلت للرأس، ركزوا في اللي بدي احكيه هسه، راح تحتاجوا بحل بعض الأسئلة وما بخطر على بال الطالب احيانا. هلا غطي على هذا الشكل، غطي عليه. هذا المثلث شو نوعه؟ ممتازين، نوعه مثلث متطابق الضلعين. ركزوا، مثلث متطابق الضلعين يا شباب، تمام؟ لاحظ لأنه هاي القطعة تساوي هاي القطعة، معناته هذا الجزء صار مثلث متطابق الضلعين، هذا الجزء صار مثلث عفوا مثلث متطابق الضلعين، تمام؟ هذا صار مثلث متطابق الضلعين، هذا مثلث متطابق الضلعين. ركزوا، صار عندي مثلثين، هذا لحاله متطابق الضلعين وهذا متطابق ضلعين. احيانا نضطر نعرف المعلومه هاي لحتى نقدر نطلع قياس زاويه، نطلع طول ضلع. احيانا بنحتاج الى خصائص مثلث متطابق الضلعين لحل بعض الاسئله. تمام، نيجي على تدريب 6 ل 13. سؤال سهل وسريع جدا، نقرا نص السؤال. السؤال بيحكي لي، التدريب بيحكي لي ميم نون لام مثلث قائم الزاوية في نون. إذا أين ستكون الزاوية القائمة؟ عند نون، هيها الزاوية القائمة عند نون، تمام. هلا بحكي لك ب منتصف ميم لام، باجي على ميم لام وأفرض النقطة ب اللي هي منتصف ميم لام، معناته هاي القطعة تساوي هاي القطعة، ممتازين. حيث نون سالب 3 و4، سالب 3.4، برافو. وب ب اللي هي نقطة التنصيف نقطتها أو إحداثياتها 9 و1، ممتاز، 9 و1. طالب مني أوجد طول ميم لام، المطلوب هو إيجاد طول ميم لام، هذا المطلوب، أوجد طول ميم لام. ركزوا معي يا عاشر، ركزوا معي. هلأ ميم لام، ميم لام هي طول ميم لام، طول هاي القطعة كاملة. طب أنا عشان أوجد طول القطعة كاملة أنا بحاجة، ركزوا معي شو بحكي، أنا بحاجة إلى إحداثيات لام وإحداثيات ميم لو قررت أستخدم قانون المسافة بين نقطتين، تمام؟ تمام. طيب ما عندي خيار، هلا مجرد ما انه اعطاني نقطة التنصيف واعطاني رأس الزاوية القائمة، معناته انا بدي اتذكر انه في مبرهنة المس اعطتنا اياها بخصائص مثلث اثنين، بتحكي انه طول القطعة الواصلة من رأس القائمة الى منتصف الوتر طولها يساوي نصف طول الوتر. معناته انا بدي اتذكر، بحكي الحل انه نون باء قطعة المستقيمة نون باء تساوي نصف طول مين؟ ميم لام، برافو. طب أنا مس ما بدي نون باء، أنا بدي ميم لام، برافو. طيب أضرب في 2، ضرب 2 على 1، ضرب 2 على 1، شو بطلع معي؟ هاي مع هاي، بطلع معي طول ميم لام يساوي 2 ضرب نون باء. معناته أنا بقدر أوجد طول نون لا نون باء وأضربه باثنين وأطلع طول ميم لام المطلوب، صح؟ عن طريق قانون المسافة بين نقطتين. فشو بعمل؟ بحكي نون باء تساوي جذر سين 2 ناقص سين 1 تربيع زائد صاد 2 ناقص صاد 1 تربيع تساوي جذر، يلا خلينا نسميه سين 1 صاد 1 سين 2 صاد 2. إذا 9 ناقص الناقص 3 تربيع زائد سالب 1 ناقص 4 تربيع وتساوي جذر 9، هدول بصيروا زائد، بتصير عندي 9 زائد 3 12 تربيع زائد سالب 5 تربيع، تمام؟ لأنه سالب وسالب مود، سالب وسالب نجمع ونضع إشارة السالب في الناتج، فشو بعطيني الناتج؟ جذر 144 زائد 25 يساوي جذر 169. تأكد 4 في 5 9، 4 و2 6، 1 بتنزل 169.
وتساوي 13، معناها طول نون ب 13، 13 وحدة. أنا لسه ما طلعت طول ميم لام، فبحكي بعدين طول ميم لام يساوي 2 ضرب طول اللي احنا كاتبينه فوق نون ب، ويساوي 2 ضرب 13 ويساوي 26 وحدة. هلا نيجي على سؤال خارجي. سؤال خارجي بيحكي لي بالاعتماد على الشكل المجاور، هي الشكل أمامك تمام، أوجد إحداثيات النقطة ب. بده إحداثيات النقطة ب، وين النقطة ب؟ هيها، هي طرف لا قطعة مستقيمة تمام. طيب أنا كيف بدي أوجد إحداثياتها؟ لازم يكون عندي نقطة تنصيف. هلأ هاي الإشارة الموجودة هون والإشارة الموجودة هون تعني إنه النقطة دال نقطة تنصيف، إذا دال نقطة تنصيف. برافو، بما إنها نقطة تنصيف معناته بقدر أوجد إحداثيات با عن طريق نقطة المنتصف، عن طريق قانون نقطة المنتصف. القانون كالتالي: سين فاصلة صاد تساوي سين 2 زائد سين 1 على 2، وصاد 2 زائد صاد 1 على 2 تمام؟ يساوي، يلا ركزوا معي يا عاشر لأنكم رح تستخدموها كثير. هلأ نقطة المنتصف اللي هي برا 6.0 اللي هي دال تمام؟ طيب هلأ أنا عندي هون عندي سين 1.1، وهاي بدي أسميها سين 2 صاد 2 تمام؟ هلأ باخد السينات مع بعض اللي هي 2 زائد، عفوا 2 زائد سين 1 على 2 فاصلة 2 زائد صاد 1 على 2. برافو. هلا شو بنعمل؟ بنقارن. باخذ، ركزوا معي شو بدي اعمل، اجيب القلم الاسود. باخذ الاحداثي السيني مع السينات، هي هم شايفينهم مع السينات. شو بحكي؟ بحكي 6 تساوي 2 زائد سين 1 على 2، اضرب ضرب تبادلي بصير عندك 12، خلينا نوضح الخط بس، 12 تساوي 2 ناقص سين 1 زائد 2 زائد 2 بتروح بيعطيني سين 1 تساوي كم؟ 12، عفوا مش زائد، ناقص هون لأنه هاي إشارتها موجبة، ناقص 2 ناقص 2 بيعطيني 10. معناها أنا أوجدت الإحداث السيني للنقطة ب بساوي 10. ممتاز. هلأ باجي معناته على النقطة ب بعبي عند سين واحد إيش؟ 10. برافو. يلا نيجي هسا على الإحداثي الصادي، طلعوا على اللون الأسود. باخد الصفر مع مين؟ مع الإحداثي الصادي هون، فبصير عندي صفر تساوي 2 زائد صاد 1 على 2، اضرب ضرب تبادلي تنزل عندك 0 تساوي 2 زائد صاد 1 ناقص 2 ناقص 2 بتروح، اذا الاحداث الصادي صاد 1 تساوي سالب 2، فباجي هون على صاد بحط ناقص 2، معناته صار عندي احداثي ب بيساوي 10 سالب 2. ممتاز. هلا نيجي على فرع ب. فرع ب بحكي لي اثبت ان المثلث ا ب ج قائم في ا. ركزوا معي، بدي اثبت انه قائم، معناته بدي استخدم النظريه. شو النظريه اللي لها علاقه بالمثلث القائم؟ اللي هي ان القطعه الواصله من راس القائمه الى منتصف الوتر تنصف الوتر وتساوي نصف طوله تمام. طيب هلا حكى لي في السؤال اثبت ان المثلث الف ب ج قائم في الف، معناته بدي اعتبر انه الف هي القائمه، بدي اعتبر انه الف هي القائمه، واسقط عمود من الف الى نقطه التنصيف. هلا لو حكى لي ب القائمه
بدك تضطر توجد نقطة منتصف الضلع اللي قبال با وتوصل بينها. ها دير بالك. تمام. هلا معناته عشان اثبت انه قائم شو بعمل؟ بوجد طول الف دال، تمام، وبوجد طول جزء من هذول الاجزاء، اذا تساووا بكون مثلث قائم. خلينا نشوف. هلا نيجي نعمل كالتالي، عشان يكون مثلث قائم بدي اثبت هاي الحل. طبعا الحل عشان يكون مثلث قائم لازم اثبت، لازم اثبت ان طول الف دال يساوي نصف طول مين؟ با جيم. هاي طريقة، يا اما بتوجد الوتر كله تقسمه على اثنين وبكون الناتج نفس طول الف دال، يا اما بتوجد طول الف دال وبتوجد طول با دال مثلا او دال جيم، اذا تساووا بكون حلي صح، بكون هو مثلث قائم. طيب معناته بدي اوجد طول، انا هسه الف دال، طول الف دال بيساوي جذر س 2 ناقص س 1 تربيع زائد ص 2 ناقص ص 1 تربيع يساوي تحت الجذر، يلا على السريع يا عاشر، ناخذ الف، احنا اخذنا الف دال، يلا اطرح، 6 ناقص 4 تربيع زائد 4، لا عفوا 0 ناقص 4 تربيع بيعطيني جذر، يلا 6 ناقص 4 بيعطيني 2 تربيع زائد سالب 4 تربيع، وتساوي تحت الجذر 4 زائد 16 وتساوي جذر 4 زائد 16 بيعطيني جذر العشرين. جذر العشرين يعني جذر 4 ضرب 5 ويساوي جذر 4 ضرب جذر 5 ويساوي 2 جذر 5 وحدة. هذا طول مين؟ طول ألف دال، طول ألف دال، طول ألف دال. تمام. هلأ شو بدي أوجد؟ بدي أوجد طول، بدي اوجد طول با جيم، فبحكي هون با جيم تساوي، با جيم تساوي، يلا ما في داعي اكتب القانون، خلص كتبناه فوق نطبق مباشرة. يلا هلا 10 ناقص 2 تربيع زائد سالب 2 زائد 2 تربيع وتساوي، يلا تحت الجذر 10 ناقص 2 8 تربيع زائد 0 تربيع، شو بيعطيني؟ جذر ال 64 ويساوي جذر ال 64، 10 ناقص 2 ممتاز، 10 ناقص 2 برافو، سالب 2 هون عندي غلط، ركزوا معي، سالب 2 هون ناقص، ما حدا نبهني ليه؟ تمام، هلا هون شو بتعطيني هاي؟ بتعطيني سالب 4، سالب 4 تربيع ويساوي 64 زائد 16، صح يا عاشر؟ تمام، يلا يساوي جذر، اجمع 4 و 6 10، 0 باليد 1، 6 و 1 7 8، 80 80. طيب 80 من وين تيجي؟ 80 بتحليلها بيجي من اللهم صل على سيدنا محمد، 16 ب 5، 16 ب 5 ممتاز، 16 ب 5، فهون بنحكي 16 ضرب 5 ويساوي، وزع جذر ال 16 في جذر ال 5 بيطلع معي 4 جذر ال 5، تمام 4 جذر ال 5. هلا شو انا هدفي؟ هدفي اني اثبت ذلك، اثبت اللي هون. هلا شو بعمل؟ طلعوا علي شو بدي اعمل؟ الاثبات، ها الاثبات او المطلوب النهائي، شو بحكي؟ بحكي طول، هلا بدي اثبت انه الف دال، ألف دال طولها يساوي نصف با جيم، تمام؟ يساوي نصف ضرب با جيم 4 جذر الخمسة، تمام؟ هل تساوي طول ألف دال اللي هو 2 جذر الخمسة؟ خلينا نشوف، هاي مع هاي بتروح بصير 2، تنزل عندك الجواب 2 جذر الخمسة، هل يساوي 2 جذر الخمسة؟ نعم، نعم، إذا المثلث قائم. هلا لو طلع لا بيكون المثلث
ليس قائم، بيكون المثلث ليس قائم. طيب يا عاشر، اليوم ان شاء هيك بنكون ان شاء الله انهينا الدرس. عندك واجب، عندك واجب سؤالي الاول، سؤال الثاني، سؤال ثلاث، سؤال أربعة، صفحة 61. أول ثاني ثالث ورابع. ممتاز، صفحة 61، ويعطيكم ألف عافية.